ينضم إلينا الآن من بكين الصحفي لي جانغ ومن واشنطن مستشار الأمن القومي السابق ستيفن ياتس ومن لومبارديا في إيطاليا عضو خلية أزمة كورونا بمستشفى بافيا الدكتور حسين جلوس. أهلا بكم ضيوف الكرام. دعني أبدأ معك سيد لي. مدينة ووهان التي كانت نقطة الصفر لانطلاق فيروس كورونا حول العالم، اليوم تعود الحياة مجددا إليها بعد عزل وإغلاق قاس. كيف يمكن أن يستفيد اليوم العالم سيد لي من تجربة مدينة ووهان؟ أستاذة داليا، شكرا جزيلا على استضافتكم والسلام عليكم. فعلا يعني منذ تفشي فيروس كورونا في مدينة ووهان اتخذت الصين إجراءات وقائية واحترازية شجاعة وسريعة جدا. مثلا يعني تم فرض مدينة ووهان بالكامل تحت الحجر الصحي لمدة 76 يوما، وكذلك يعني نظرا من أجل استيعاب عدد هائل من المرضى بنت الصين مستشفيات خوشنشان وليشنشان في خلال وقت قياسي، وكذلك استخدمت مدينة ووهان مراكز عامة للمعارض والمؤتمرات ومراكز وملاعب رياضية داخلية كمستشفيات مؤقتة، وفرت ما يقارب 70,000 سرير. وإضافة إلى ذلك أرسلت الصين يعني فرقا طبية يعني يتجاوز أعضاؤها 42,000 طبيب وممرض إلى هذه المدينة لدعمها للسيطرة على الوباء. وإضافة إلى ذلك يعني قدم الشعب الصيني خاصة أهل مدينة ووهان تضحيات عظام للحرب ضد فيروس كورونا. مثلا يعني تخيلي يعني 1,400,000,000 صيني لزم البيوت والتزموا بإجراءات الوقاية والسيطرة لمدة 40 أو 50 يوما. هذه معجزة يعني بكل معنى الكلمة. طيب تفضل البقاء مع السيد لي. دعنا ننتقل إلى دكتور حسين. دكتور حسين أهلا بك معنا. لومبارديا أكثر إقليم إيطاليا تضرر من فيروس كورونا، كانت هناك بلديات في لومبارديا خضعت لإغلاق تام منذ شهر فبراير إن لكن مخطئة، إلى أي مدى يمكن القول بأن تجربة الآن لومبارديا مشابهة إلى مدينة ووهان؟ مساء الخير لك ولضيوفك وللمستمعين الكرام. يمكننا القول فعلا أن الحالة التي نعيشها اليوم في إيطاليا في بعض المدن وخصوصا في مقاطعة لومبارديا هي شبيهة بالكامل بما عاشته مدينة ووهان في الصين، وقد أخذنا من التجربة الصينية الكثير من الأمور التي ساعدتنا في مواجهة الأزمة التي تفشت في لومبارديا. نحن أجرينا الحجر أساسا في منطقة كودونيو وهي مدينة بالقرب من ميلانو في تاريخ 22 فبراير، يعني مثل ما حضرتك ذكرتي، لأنه كان ظهور أول عدوى أول إصابة في هذه المدينة في 22 فبراير. وبالفعل بعد تطبيق الحجر الصحي الكامل على هذه المدينة وعلى 10 قرى مجاورة لها تمكننا بعد الحجر لمدة 25 يوما من أن نسجل صفر عدد إصابات في هذه القرى بعد الحجر، وذلك استنادا إلى التجربة الصينية التي حصلت في ووهان. طبعا ساعدنا في ذلك ليس فقط الإسراع في إجراء الحجر، ولكن أيضا المساعدة من قبل سكان هذه المدن الذين التزموا بالتدابير الاحترازية التي فرضتها الحكومة الإيطالية، وبالفعل أعطى نتائج جيدة في النهاية. للأسف الآن اللومبارديا بعد تفشي المرض في كل مناطقها وفي كل مدنها تعيش حالة من الخوف، لأن رغم نزول هبوط الأعداد في تسجيل الإصابات الجديدة وأيضا في أعداد الموتى وفي شفاء بعض المرضى والخروج من غرف العناية الفائقة، تعيش حالة من الخوف من أن يعود تفشي المرض إلى ما كان عليه قبلا، خصوصا بما أن الدولة قررت الآن أن تزيل بعض التدابير الاحترازية ابتداء من اليوم الرابع من الشهر المقبل. لذلك هناك حالة من الخوف من عودة المرض. طيب سيد ستيفن أهلا بك معنا. بداية كيف يمكن أن يستفيد العالم اليوم
من تجربة مدينة ووهان، يعني نشهد ليس فقط لومباردي نصف أو حتى ثلث الكرة الأرضية اليوم تعيش في نوع من العزل أو الإجراءات العزل الصحية المنزلية، حتى ثلث سكان العالم أتحدث هنا، بالتالي لأي مدى يعني هو مشابه لما شهدته مدينة ووهان؟ بالطبع من الضروري مراقبة ماذا يحصل في ووهان. للأسف إن العالم يدفع ثمنا باهظا، ولما كان يجب علينا تطبيق قيود الإغلاق هذه وتكبدنا كل هذه التداعيات الاقتصادية الصعبة لو كانت الحكومة الصينية شفافة بماذا يحصل على أراضيها، وحتى حصول أعداد مرتفعة من الوفيات لم يكن من أي قيود، وحتى بعد إغلاق المدن عرفنا أن كان هناك الكثير من السفر إلى دول أخرى من حول العالم، ولذلك وصل هذا المرض إلى مناطق بعيدة في العالم. لقد وصلت ارتفعت الأعداد كثيرا في الولايات المتحدة ولا سيما في نيويورك التي تعد بؤرة هذا الوباء، ولذلك اتخذت القيود الأصعب والأشد لإغلاق الاقتصاد وللحد من التفاعل. لذلك التجربة ووهان ولومبارديا ونيويورك متشابهة، ولكن أنا أعتقد أن هناك الكثير من التساؤلات بشأن المعلومات التي حصلنا عليها بشأن أصل هذا المرض وانتشاره، فلقد عانينا كثيرا من مرحلة الاحتواء أو المرحلة الأولى كما ندعوها في الولايات المتحدة. طب في هذا الإطار دعني أتوجه مجددا إلى دكتور حسين. دكتور حسين، هل فعلا اليوم يمكن القول بأن العالم وصل أو بلغ مرحلة يعني نوعا ما الاستقرار احتواء الفيروس؟ يمكننا القول أنه في أوروبا حاليا بعض البلاد يمكن أن تكون قد وصلت إلى مرحلة الاحتواء كما يجري الآن في إيطاليا وفي إسبانيا مبدئيا، حيث أن الأعداد تشير فعلا إلى أن مرحلة الاحتواء قد بدأت، لأن الأعداد نزلت بشكل ملموس والحالة بدأت تتحسن، خصوصا في ما يخص عمل المستشفيات وغرف العناية الفائقة التي خفت كثيرا، وهذا ما سهل عمل الأجهزة الطبية والتمريضية. من الأكيد أن باقي الدول الأوروبية لم تصل بعد إلى هذه المرحلة، ولكن على الطريق الصحيح أعتقد، خصوصا في فرنسا وفي ألمانيا وفي هولندا وفي بريطانيا. في جميع الأحوال كل هذه الدول تتماثل كما يقال إلى الشفاء، لأنها وصلت هي أيضا إلى الذروة وبدأ المنحنى بالانخفاض شيئا فشيء أيضا في هذه البلاد. ليس هكذا بالنسبة للبلاد الأخرى، خصوصا للولايات المتحدة الأمريكية التي لا تزال تسجل حتى الآن أرقاما مرتفعة جدا، إن كان في الإصابات أو في عدد الوفيات خصوصا في مدينة نيويورك، ولكن أعتقد أنهم أصبحوا أيضا هم قريبين من الذروة حسب ما يعني إذا أردنا أن نتبع ما هو مسار العدوى. لقد وصلوا أيضا هم إلى الذروة، ويمكن أن يبدأ حتى في الولايات المتحدة المنحنى بالانحدار. الخوف الأكبر هو ما يمكن أن يحصل في القارة الأفريقية، لأن العدوى بدأت تنتشر أيضا في تلك البلاد وأيضا في جنوب في أمريكا في دول أمريكا اللاتينية، حيث لا تزال الأعداد في ارتفاع، وهذا ما قد يسبب انتشار مهم للعدوى في هذه البلاد. طيب سيد لي، يعني على ما يبدو بأن هناك يعني دروس واضحة، كل التفاصيل لحد ما واضحة حول تجربة ووهان، ولكن ما زالت هناك الكثير من الأسئلة تطرح حتى اليوم سيد لي، حول مدى ربما يعني انتشار هذا الفيروس وعدد الوفيات تحديدا في الصين جراء هذا الفيروس. ما الذي يمكن تقدمه اليوم الصين للدول التي ما زالت تعاني من تفشي هذا الفيروس؟ أستاذة داليا، يعني هذا الفيروس هو فيروس جديد لم يعرفه البشر من قبل، وحسب تجربة الصين يعني هذا الفيروس يعني انتقل بين البشر عن طريق قطيرات التنفس والهباء الجوي والاتصال المباشر، فيجب تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداد الكمامات. وقد وجدنا أن كثير من الدول الأوروبية
الشباب فيها لم يرتوا الكمامة، وعليهم أن يعرفوا أن ارتداد الكمامة حماية النفس وحماية الآخرين. وأيضا يعني يمكن استخدام التكنولوجيا الفائقة لمواجهة هذا الفيروس، مثلا يعني بعد إغلاق مدينة ووهان في 8 أبريل الجاري، تم يعني على كل الذين يغادرون المدينة إظهار الرموز الصحية، ما يعرف بالرموز الصحية محليا هنا. يعني يمكن الحصول على هذه الرموز عن طريق تطبيق إلكتروني بعد تسجيل المعلومات الشخصية والطبية. يعني يمكن لأصحاب الرمز الأخضر بالمرور، على عكس أصحاب الرمز الأصفر والرمز الأحمر الذي يوصى بحجرهم لمدة أسبوعين. إضافة إلى ذلك، يجب أن نعرف أن وما حدث في العالم اليوم أثبت أن العالم مجتمع ذو مصير مشترك للبشرية، فيجب أن نساعد بعضنا البعض ونتوقف عن تبادل الاتهامات حول مسألة مثلا مصدر الفيروس أو غيرها. طيب سيد ستيفن، يعني مدينة ووهان خضعت لعزل وإغلاق قاسي، دول الآن كثيرة نصف العالم يطبق هذه الإجراءات، ولكن مع ذلك نرى بأن الدول تنجح لحد ما، دول لا. هل القوانين الصارمة، مخالفة المخالفين قد يكون الحل، أم أن الموضوع متعلق لحد كبير بالثقافة وأخذ اعتبارات كل دولة على حدة؟ أعتقد أن كل دولة ستمارس مقارباتها الخاصة بها، أكانت هناك مقاربة طبية لمكافحة الفيروس أم غيرها، ولكن يبقى هناك أيضا واقع الاقتصادي الذي يتطلب اتخاذ إجراءات مختلفة بحسب الدول. انتشار الفيروس كان مختلفا في الولايات المتحدة كما هو مختلف في دول أخرى، ولكن يبدو أن المناطق التي تشهد اكتظاظا سكانيا هي التي تواجه أكبر خطر، لذلك السياسات الضرورية في هذه المناطق المكتظة سياسيا مختلفة جدا عن السياسات الضرورية في مناطق أخرى. إذن في الولايات المتحدة سنستخدم مقاربا مختلفة بحسب المناطق، والأمر صحيح أيضا لدول أخرى. سيفيدنا لو تمكننا من الحصول على بيانات أدق من الصين بشأن معدل الوفيات ومعدل الإصابات، بالإضافة إلى تعلم من الأشخاص الذين تعافوا من هذا الفيروس وكم هم حاملين لهذا الفيروس أم أعيدوا الإصابة بهذا المرض. إذن علينا التعلم من كل ذلك، لكن نملك حتى اليوم فقط الخطوط العريضة بشأن خطر الإصابة في المناطق المكتظة سكانيا. دكتور حسين، سيد ستيفن تحدث عن كلمة مهمة، التعلم. في رأيك هل فعلا العالم استفاد إلى أقصى حد من تجربة ووهان؟ ما جذب انتباهي في هذا الوثائقي دكتور حسين، مدير مستشفى ميدان يتحدث ويقول عن الأخطاء، خطأ واحد تحدث عنه تحديدا نتطرق إليه، عندما قال بأنه مثلا عزل الحالات المتوسطة بالبيوت كان خطأ، كان لابد من بقائهم في المستشفى. ألا يحدث هذا الآن، تكرار نفس الخطأ في الكثير من الدول دكتور حسين؟ سيدتي الكريمة، يمكن أن يكون خطأ، ولكن علينا أن نعلم، لأن من كان على الأرض يعلم، علينا أن نعلم أن في حالات طارئة مثل هذه الحالات الاستثنائية والعمل داخل المستشفيات بشكل طارئ هو موضوع للغاية صعب، ولا يمكن لنا أن نستقبل جميع المرضى الذين يصلون إلى المستشفى ووضعهم تحت المراقبة في المستشفى. نحن نعلم جيدا أن هذا الفيروس يسبب عدة أنواع من الأعراض، ولكن في 90% من الحالات هذه الأعراض أعراض خفيفة ويمكن معالجتها في المنزل. فقط 10% من هؤلاء المرضى هم بحاجة للعلاج داخل المستشفى. إذا نحن وضعنا في المستشفى كل المرضى الذين يلجؤون إلينا حتى ولو لأعراض بسيطة، يمكن أن تضج المستشفيات ولا يعود لدينا من الأسرة
ما يمكن أن نضع فيه المريض الخطير وخصوصا بالنسبة للعناية الفائقة. إذن المرضى الذين يتبعون 90% من الحالات يمكن جيدا إعانتهم ومساعدتهم وحتى شفائهم في المنزل. نحن هنا في إيطاليا اتبعنا هذه السياسة وكان كل من يصل إلى المستشفى يحصل على المسح لمعرفة ما إذا كان إيجابيا أم لا ثم يرسل إلى المنزل وكنا نتصل بهم كل يوم من المستشفى ونطمن عنهم ودائما نطلع على أوضاعهم الصحية ونساعدهم حتى هاتفيا وحتى إذا أمكن أيضا نرسل لهم من المنزل المساعدات من قبل الطاقم الطبي أو من قبل الطاقم التمريضي. لأن في حالات اكتظاظ المستشفيات ليس من المعقول أن يتم وضع الكل الجميع تحت المراقبة داخل المستشفى لأن أعداد الأسرة يعني أعداد محدودة بنهاية الحال. حتى لو نحن استحدثنا مستشفيات ميدانية حتى لو فعلنا كل ما يلزم أعداد الأسرة لن تكفي لمساعدة جميع المرضى الذين يلجؤون إلى المستشفيات. فإذا وجودهم في المنازل ممكن أن يكون جيد يخفف عمل المستشفيات وهم متابعون من قبل الأطقم الصحية الطبية أو الطبية. وهذا دكتور حسين ربما سيطرح تساؤل آخر، هل سيطول العزل وربما الحجر المنزلي والصحي في الكثير من الدول؟ سنحاول الإجابة على هذا السؤال بعد هذا الفاصل. ضيوف الكرام تفضلوا بالبقاء معي، مستمرون معكم بعد هذا الفاصل القصير، ابقوا معنا. إذا مشاهدينا نعود ونستكمل الحديث مع ضيوفي، أتوجه الآن إلى سيد لي. سيد لي، إذا الحياة تعود شيئا فشيئا إلى حد ما إلى طبيعتها في مدينة ووهان بعد هذا العزل، ولكن مع ذلك الآن هناك انتقادات دولية توجه إلى الصين لإعادة فتح أسواق المنتجات البرية. وإحدى هذه الأسواق يعني أثارت الجدل سيد لي بالقول ربما لدى الكثيرين بأنها قد تكون هي مصدر هذا الفيروس. أستاذة داليا، يعني حول مصدر الفيروس يعني لا يوجد أي دليل يشير إلى أن يعني السوق في ووهان للحيوانات البرية هي مصدر الفيروس، وقد أكدت منظمة الصحة العالمية بأن فيروس كورونا الجديد اليوم يعني هناك يعني أدلة تشير إلى أن هذا الفيروس انتقل من الحيوان إلى البشر، وهذا الفيروس ليس مصنعا في المختبر. ولكن يعني في هذا الموضوع اتهمتنا الولايات المتحدة مرارا وتكرارا، وقد أكدت وزارة الخارجية الصينية بأن هذه المسألة مسألة علمية تتطلب التعقيم المهني والعلمي. يجب أن نستمع إلى خبراء، آراء الخبراء،
ولا نستمع إلى الدبلوماسيين والسياسيين. وهناك الكثير من التقارير كل يوم سيد لي تتحدث عن تقرير آخر قد يكون مصدر هذا الفيروس طبيعي وقد لا يكون مصدره طبيعي، ربما هو اصطناعي أو صنع في مختبر ما. سيد ستيفن، إلى أي مدى اليوم في هذه المرحلة من المهم معرفة مصدر هذا الفيروس؟ أعتقد أنه على الصعيد العلمي يجب علينا معرفة مصدر هذا الفيروس، ولكن تعلمنا بعض الدروس المهمة من أهمية مراقبة الجودة بالإضافة إلى معايير النظافة كانت بين الناس أو في الشوارع. تعلمنا أهمية زيادة غسيل اليدين واستخدام الأقنعة التي تحمي الأشخاص الآخرين من الرذاذ، ولكن من الواضح أن هناك تساؤلات جمع بشأن بداية هذا الفيروس وانطلاقه من الصين، أكان من المختبر أو من الأسواق أو غيرها. إذن هناك الكثير من التساؤلات بشأن معايير النظافة التي يجب علينا تسليط الضوء عليها، ولكن هناك أيضا دول أخرى تعاني من هذا الفيروس، وهناك أيضا أسئلة بشأن المعايير النظافة فيها. لذلك علينا معرفة من أين أتى هذا المرض ومصدره معرفة كيفية مكافحة، ولكن يجب علينا تحسين المعايير النظافة. طيب دكتور حسين، أتوجه بالسؤال إليك الآن، هل يجب أن نفهم في هذه المرحلة فهم انتشار الفيروس قد يكون السبيل إلى رفع إجراءات الحجر الصحي هذا من جهة، وهل فعلا المؤشرات اليوم تدل بأن في بعض الدول قد يطول موضوع الحجر المنزلي، مع أن هناك دول الآن توجهت إلى تخفيف من هذه الإجراءات؟ في الحقيقة توقع متى تنتهي هذه الجائحة هو سؤال يصعب الإجابة عليه كثيرا لأسباب عديدة، ولكن من أهم هذه الأسباب أن تفشي بؤر العدوى لم يأتي في نفس الفترة في جميع دول العالم، كما رأينا مثلا في الصين التي كانت الدولة الأولى التي تفشت فيها العدوى، هي الدولة الأولى التي خرجت. هناك منحة عادة في الأمراض المعدية ويعتمد عليه في تقييم مسار العدوى، والتي تتراوح بين فترة 3 أو 4 أشهر قبل أن يمكن أن نتحدث عن احتواء كامل للعدوى أو حتى الشفاء منها. لذلك من الصعب جدا أن نعرف متى سيتم انحسار هذا المرض في باقي الدول، لأنه حصل حتى الآن فقط في الصين، وإن كان حتى اليوم في الصين هناك تسجيل بعض الحالات من الإصابات والوفيات. طبعا الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية من قبل المواطنين هو الأمر الأهم والذي يساعد أكثر في احتواء وانحسار العدوى. إزالة بعض تدابير الحظر هي مسألة حساسة جدا، يجب أن تتم بعد دراسات محددة داخل كل بلد لكي يتمكنوا من تكوين فكرة معينة عما يمكن أن يحدث إذا بدأ إزالة التدابير، يعني لا يجب أن تحصل بشكل عشوائي بل بشكل تدريجي، وهذا يمكن أن يساعد إلى العودة إلى الحياة الطبيعية شيئا فشيئا مثل ما يحصل حاليا في ويهان في الصين. في أوروبا مثلا في إيطاليا وفي إسبانيا هناك الحديث في هذه الأيام يجري عن بداية إزالة بعض هذه التدابير بعد دراسات معينة من قبل الخبراء في بداية شهر 5 يعني في شهر المقبل، ويمكن بعد بداية إزالة هذه التدابير التحديث ورؤية ما يحدث وإذا كانت مبادرة جيدة أو لا، وعلى أساسها يمكن أو المتابعة أو العودة إلى الوراء، لأن الخوف الأكبر في هذه الحالة سيدتي هو من أن تعود هذه العدوى للتفشي من جديد، لأنه من الصعب بعد احتوائها موجة ثانية. طب سيد لي، في هذا الإطار يعني فعلا الصين ما زالت تسجل حالات إصابة بالفيروس، ألا توجد خشية من موجة جديدة من عودة الفيروس ربما وبقوة؟ هل اليوم الصين مستعدة لكل الاحتمالات؟ نعم فعلا أستاذة داليا، في الأسابيع الأخيرة يعني سجلت الصين مئات من الحالات الوافدة وحالات الإصابة من دون أعراض، وأولت الصين اهتماما بالغا لمنع ظهور موجة جديدة من انتشار وباء فيروس كورونا،
ويعني البلد ما زالت في حرب شرسة ضد فيروس كورونا. لذلك نجد الآن في الصين هناك إجراءات احترازية ووقائية ما زالت صارمة. مثلا يوجد عمال في مداخل المجمعات السكنية ومحطات مترو الأنفاق يفحصون حرارة في الجسم، وهناك كاميرات حرارية أيضا لكشف حالات الإصابة بالحمى. وأيضا يعني ولكن في نفس الوقت وأغلقت الصين بعض المنافذ البرية مع جيرانها لمنع دخول الحالات الوافدة. وفي نفس الوقت الصين يعني تفكر في استعادة العمل والإنتاج وتعمل على تطوير لقاحات ضد هذا الفيروس. وهناك الآن يوجد 3 لقاحات قد دخلت تجارب سريرية في الصين. صحيح، والدول الآن تتنافس وهناك الكثير من الأبحاث تجري على موضوع لقاحات، ومنها أيضا اليوم بريطانيا. سيد ستيفن، منظمة الصحة العالمية يعني من جهة أخرى تتوقع استمرار فيروس كورونا لفترة طويلة، وبالتالي هل سنكون فعلا أمام تعريف جديد إلى مصطلح مفهوم الحياة الطبيعية في وقتنا؟ أعتقد أنه من المهم لنا جميعا مواجهة التحديات التي يشكلها فيروس كورونا، فهذه ليست فقط أزمة صحية. لن تتحمل دول توقيف الاقتصاد لأربعة، ستة أو ثمانية أشهر. يجب أن يكون لدينا محركات نمو في اقتصاداتنا للاستمرار بتوزيع الطعام وإنتاجه والمواد الغذائية والاهتمام بصحة وسلامة شعوبنا. لذلك علينا أخذ بعض المخاطر لكي يعود اقتصادنا للعمل، ولكن للأسف مع استمرار انتشار هذا الفيروس لا أعتقد أنه بإمكاننا الانتظار لغياب أي حالة من الإصابات أو لغياب انتشار هذا الفيروس. علينا فتح اقتصادنا للاستمرار بتوفير المواد الغذائية والمنتجات لشعوبنا. لذلك على قادة الدول اتخاذ تدابير بهذا المنحنى، فلا يمكن جبر الأشخاص على البقاء في منزلهم ومنعهم من الإنتاج أكثر من 6 أشهر. دكتور حسين، العالم اليوم يسابق الزمن والدول تسابق الزمن لإيجاد لقاح ضد هذا الفيروس. هل فعلا اللقاح هو ما يستطيع فعلا إعادة العالم إلى حياته الطبيعية؟ وهل يمكن فعلا نتوقع لقاح قبل ما يتم الحديث عنه قبل عام أو عام ونصف؟ وفقا للبيانات المقدمة من مختلف المؤسسات الصحية، حاليا تم حتى الآن إطلاق أكثر من 100 مشروع للبحث والتطوير عن اللقاح. بالنسبة لفيروس كورونا الجديد، ليس هناك حتى هذه اللحظة لقاحا جاهزا للاستعمال تتوفر فيه شروط السلامة والفعالية. طبعا الجهود سارية والتجارب أصبحت في مرحلة متقدمة في عدة بلدان. هناك 70 مختبرا معتمدون وفق القائمة التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، ومن بين هؤلاء فقط 5 وصلوا إلى المرحلة السريرية الأولى، أي التجربة على عدد صغير من المتطوعين. إذا لا يجب الأخذ بكل الأخبار الغير دقيقة. يبدو أنه يصعب التفكير أنه نحن في عام 2020 ولا يزال هناك مرض أو عدوى لا نستطيع أن نتخلص منها، أو أن نظام المناعة لا يتمكن دائما من القضاء عليها. من هنا السؤال أنه كيف نوقف إذن هذه العدوى؟ جواب الشخصي هو أن الأمل هو في الأدوية والعلاجات وليس في اللقاح. تماما كما فعلنا مع فيروس نقص المناعة البشرية، ليس لدينا لقاح ضد فيروس نقص المناعة البشرية، ولكن في السنوات الأولى تذكرون جميعا كم تحدثنا عن لقاح فيروس نقص المناعة، أين هو؟ ليس من جواب حتى الآن. ليس من الضرورة إيجاد لقاح لكل عدوى. من الطبيعي بجميع الأحوال إجراء البحوثات حول اللقاحات يجب أن تجري، ولكن للأسف لا توجد حتى الآن عناصر من التفاؤل الكبير
نظرا لأننا لا نعرف أيضا متى وكيف وكم ستدوم. شكرا دكتور حسين، وصلت الفكرة. على اللقاح. شكرا لك دكتور حسين جلوس، عضو خلية أزمة كورونا بمستشفى بافيا، كنت معنا من اللومباردية في إيطاليا. وأيضا الشكر موصول للصحفي لي جانج، كان معنا من بكين، وإلى مستشار الأمن القومي السابق ستيفن ياتس، كان معنا من واشنطن. شكرا جزيلا لكم جميعا.